تعالوا نشوف العجه التونسي عباره ايه، وعايزاكم بقى تكلموني وتقولوا لي الوصفه دي بتعملوها في تونس على طول ولا لا. عجه عادي خالص زي اللي احنا بنعملها، بنزود بس عليها سجق، عباره عن بصل، فلفل حامي وفلفل بارد مفروم، ثوم، هريسه، صلصه، كركم وكراويه، من الحاجات الاساسيه جدا جدا انا شايفه في الوصفات، تمام. وعندنا زبده وزيت زيتون. اول حاجه هعملها ان انا بجيب السجق المفروم عندي بسويه اول حاجه، خلاص بسويه كده، بحط له معلقه زيت زيتون، عشان كده حطيت السجق الاول بعدين احط زيت الزيتون عشان بس ايه ما يتحرقش معاه على طول، لان السجق من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت خالص في السوا. معلقه الثوم، حبوب الكراويه. الكراويه دي احنا هنا مش بنستخدمها غير في الغالب البيبي لما بتبقى بطنه وجعاه، واحنا ساعات، لكن مش بنحط حاجات كتير وصفات كده فيها كراويه في الاكل. خلاص نحط الفلفل، كل ده، والسجق لسه حتى ما لونش، هو هيستوي اهو. طيب هنحط بقى البصل كده، وبقيه البصل هنا هحطه مع الزبده، ممكن احط شويه هنا كمان عشان دي اللي هنقدم فيها الشكشوكه. انا بس هنا ايه عايزه عشان الوقت بسوي الحاجه بس بره، بس احنا في البيت ممكن نفس اللي هنسوي فيها هنحط فيها البيض وكل حاجه. احط الزبده هنا كده، هنا حبه بصل كده، الريحه بقى، الريحه ابتدت تطلع جميله قوي قوي، فلفل اسود، شايفين بقى السجق كده استوى نص سوا، هحط له بقى البيض يستوي بقيه السوا معاه. فاضل ايه هنا؟ فاضل نحط حبه خضره، حبة كركم، وفيها ريسة شبيهة شوية شوية بالشكشوكة، يعني شبيهة شوية بالشكشوكة. نقلب كويس قوي، وهحط بقى معلقة الصلصة بس صغننة قوي، انا شايفة ان احنا ايه مش محتاجين، معلقة هنا كده ومعلقة هنا، خلاص. الله على الروايح اللي طالعة. طيب ابتدي بقى اعمل فتحات كده عشان احط البيض، واقول لكم انا ليه عاملة اتنين، هنا هقدمه بطريقة وهنا بطريقة اهو. خلاص بس ايه كده، ماشي، نحط واحدة كمان هنا. ده هنعملها كده ماشي، ودي هنعملها زي سكرامبل، وكل واحد يعملها بقى بالطريقة اللي هو عايزها. عملنا كده وصفات من المطبخ التونسي، بس في تاتشات كده صغيره ايه من عندنا اهو. ده كده سكرامبل، حتى هنا البيض مش باين فيها قوي، وهنا كده هنعمل بس هنا ايه، نرش على كل عين بيضه رشه من الفلفل الاسود ماشي، بس واغطيها عشان تستوي براحتها. Thank you.
ماشي. ودي كده خلاص استوت، هغطيها برضو، هقفل عليها. الهريسه مديه للطعم مختلف تماما، يعني مش زي الطعم بتاعنا خالص. الكراويه مع الكركم، كراويه وكركم وهريسه، دي حاجه مختلفه على اللي احنا متعودين عليها. ده بالنسبه للطريقه دي. خلاص هنرش عليها بس رشه كده من الفلفل الاسود والخضره، وتبقى جاهزه ان احنا نغمسها. وهدوقها كده معاكم حتى، بس ايه، احط اعمل وصفه الشوربه وندوق. ماشي.